بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنعرف ازاي نعمل وصلة ما بين اي اتنين كومبوننت، ونستخدم الوصلة ديت بعد كده في المايكرو الجاهزة الموجودة في التكل. هنفترض ان احنا دلوقتي عندنا عمود وكاميرا وعايزين نعمل الوصلة ما بينهم. هنبتدي نكريت الوصلة والكونكشن ديت، وبعد ما نعملها هنعرف ازاي ندخلها ونعرفها للايه للتكلة ونستخدمها في المايكرو بعد كده. اول حاجة عندي عمود هنا دوت اي بي اي 360، وعندي كاميرا اي بي اي 300. هحط هنا انجل ترب ما بين العمود والكاميرا، والناحية التانية برضو انجل هتربط ما بين العمود والايه والكاميرا، وابتدي اربط الانجل دي بمسامير مع العمود وايه والمسامير مع الايه مع الكاميرا. فنفتح المسامير، بيقول لك عايز المسمار ده فاي كام. نفترض المسمار فاي 16. نوع المسمار اي نوع من دول، يفضل النوع ده عادي. عايز بداية المسمار يكون على قد ايه، قد ايه من النقطة اللي انت تختارها، مثلا اللي هي ال edge distance خليها 30. عايز صفين، عايز 3 صفوف من المسامير، يبقى هنقول 2 في 60 اللي هي المسافة ما بين المسمار والتاني. وقايله modify apply اوكي. نختار ال main element وال secondary element وندوس على الرول كليك، وبعد كده نختار المكان اللي هنحط عليه المسامير، اختار ان هو في النص من هنا لحد هنا. تمام بالظبط كده، ده عندنا المسامير. ممكن نزود كمان صف من المسامير، بس الاول حاجة نعمل لها روتيشن، بدل فرونت خليها توب، موديفاي بدل توب خليها برو موديفاي عشان يبقى وشها حاجة. هنزود كمان صف المسمار خليها 3 ديفاي. تمام كده ديفاي ابلاي اوكي. نفس الكلام هنعمله مع الانجل التانية، نختار ال مين اليمنت باي كاس سكندري اليمنت، ندوس كليك بالبقرة ونبدأ نختار من النقطة ديت النقطة دي، نبتدي نعمل الروتيشن. ال30 ديت اللي هي المسافة اللي بيسيبها من أول نقطة اللي أنا بختارها لحد المسمار، دي ال30. ال60 دي المسافة بين المسمار والمسمار. الروتيشن دوت شكل دوران المسمار، يعني هو كده دوران ايه ده الصح. تمام اوكي. عايزين بعد كده نربط ما بين الانجل دي والكاميرا، ابلاي اختار الكاميرا والانجل دي، ونختار الانجل دي كمان وندوس بالكليك، وبعد كده نرصهم فين. هنختار من النقطة دي لحد النقطة دي، ده كده غلط. النقطتين اللي انا اخترتهم دولت كده مش على مستوى واحد، لازم اختار النقطتين يكونوا في يعني موازيين للمسمار بتاعي، فكده غلط. يعني نختار اللاين صح، ده مع ده مع ده، وندوس على الكليك في النقطة، نركز كنترول 2 عشان نشوف كويس. يعني اخترت انا النقطة دي ماشي، واختار النقطة اللي قصادها تحت اللي هي دي كده. برضه في مشكلة ولا تمام كده؟ لا في مشكلة برضه. طيب ممكن نختار اصلا مستوى غير المستوى ده خالص، نختار دي مع دي مع دي انتر. النيرست مش شغال، شغال النيرست
المسامير اتحطت هنا، ابتدي انا اموفها بقى بايدي ايه للنص، اقوم قايل موف، انا اتحطيت على النقطة دي من هنا لغاية ايه النص، النص عندي اللي هو النقطة دي. دي كده الوصلة ما بين العمود وما بين القمر. دلوقتي انا عايز بقى استخدم الوصلة ديت على طول، يعني مثلا عايز استخدم الوصلة دي هنا، مش كل شوية ابدأ اكاري الانجل والمسامير والكلام ده. اللي انا هعمله دلوقتي بقى ينطبق على اي وصلة مش موجودة في المايكرو، اي وصلة مش موجودة في المايكرو نبتدي نعملها زي كده. انا عندي في التكلة لو دوست كنترول اف بيجيلي مجموعة وصلات مقترحة بيحمل، بس الوصلات ديت بستخدمها مثلا بتكون حافظ الأرقام بتاعتها وبتدي تستخدمها في الايه في الرسمة بتاعتك. طيب نفترض أنا عندي وصلة بقى، يعني عندي وصلة زي دي مش موجودة هنا، هنج ليه وليكن عندي وصلة مش موجودة هنا، ابتدي ايه أنا ايه أكريت الوصلة مرة واحدة وهضيفها للوصلات دي دلوقتي. نقفل، هنقوم قايلين ديتيلينج و كومبوننت و ديفاين كاستم كومبوننت، ديفاين كاستم كومبوننت هيفتح لك قائمة زي دي. أول حاجة بيقول لك الاسم، أنا نفترض مثلا الاسم مثلا 200، أو نكتب مثلا كولوم مع البي مثلا وديها رقم مثلا 121، 111، دايسين نيكست. بيقول لك كومبوننت اوبجكت، فين الحاجات اللي انت هتخليها تشترك في الكومبوننت. انا عندي الكومبوننت بتاعتي عباره عن 2 انجل والمسامير دي. خلي بالك ان بقى يعني الكومبوننت اللي انت هتعملها ديت هيحتفظ بيها، يعني عدد المسامير ده هيفضل زي ما هو والانجل هتفضل زي ما هي. فدي بتستخدمها لما يكون عندك حاجات كتير متكرره، وعندي الانجل دي وعندي الانجل دي، تمام. فانا كده اخترت الكومبوننت اوبجكت بتاعتي عبارة عن الـ2 انجل والايه والمسامير اللي ربطاهم، قايل له نيكست. بيقول لك فين المين بارت بتاعي، المين بارت اقول له ده اللي هو ايه العمود، نيكست. طب السكندري بارت اللي انا هربط بيه الكونكشن دي اللي هو ايه الكاميرا، هو قايل له ايه فينيشت. ابتدي يكريت لي دي كاستم كومبوننت. تمام، اتعملت كده كوصلة جاهزة عندي، بقت عبارة عن الـ2 انجل والمسامير بتاعتها. لو دوست عليها كده خلاص هي بقت ايه كومبوننت كاملة مع بعضها. طيب عايز بقى اجيبها واعملها هنا على طول، قوم قايل كنترول اف وقوم جاي هنا من اول دي مختار كاستم، هيجيلي الكونكشن اللي انا عملتها كولومبوس بيم ده الاسم اللي انا دخلته، هقوم مختار المين اليمنت اللي كنت معرفه ومختار السكندري اليمنت، وهم ده ابتدت الكريت على طول ايه لوحدها اهي. طبعا متوفر عليا وقت شوية، لو انا عندي كذا وصلة بنفس الشكل دوت اكريتها مرة واحدة واسيبها عندي، ولو عندي اي كاميرا وصلة نفس الشكل دوت استخدمها ليها على طول في الموديل بتاعي.